انا خلصت ابله حاجه زي الفل وبارك الله فيما رزق. انا مش ابله والورق كله بيتلم اخر محاضره. عدي روح اقعد في البنش الفاضي اللي هناك. ايه ده الواد ده بيتكلم عليها كده ليه؟ ده واخد عليها قوي. خلاص بقى يا مورجان نفض يا عم، كبر الجي وروق الدي. الجي ده يا هيثم؟ الجي اللي هي جمجمه. والدي اللي هي الدماغ. الله 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 الله، الواد بينفخ لها في ودنها، ده واد قليل ادب. شهيصني انت وانا رسيك على الحوار كله. وشهيصك ايه وحوار ايه؟ العالم هنا كلهم عارفين ان هم انت مين. من التنين؟ ما انت مين؟ هم مين دول ما انت مين؟ تامروا عليها. ما انت مين ازاي؟ ما انت مين؟ ما تترجم بقى يا مورجان، خليك كول. الله، ما انت مين كده عيني عينك قدام العالم؟ يس. رايح فين يا مورجان؟ هكسر له الجي وافتح له الدي. يا ده عمال تقتل مع البنت من الصبح ومحدش مالع عينك. يا بابا حرام عليك، ما ينفعش كده. انت خالص مفيش دعوه خالص. بابا حضرتك مش فاهم. مش فاهم ايه؟ سايب اختك بتتقتل في الفصل وانت قاعد قافص جوافك. بي كول مان، بي كول. سيبه بغباوته بسلطاته بابا غنوجه. بابا غنوجه كمان. هو ده صراع الحضارات. عندك صراع الحضارات. اونكل الحضارات. اونكل حرام يا اونكل، توسو ده جميل. جميل مالكش دعوه انت، انت مقنت مع نفسك، انت مالك؟ امشي من هنا، امشي خالص. انت يا مورجان انت فاكر نفسك فين؟ ايه عايزين اشوف بنتي بتتقدم قدامي واقعد ساكت؟ عايزين اكبر الجي واروق الدي؟ ما تكلم اخ محمود، عجبك المسخره اللي بتحصل في الفصل دي؟ انهم يدعون لدين جديد يحث على الفجر والرذيله والفسق. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. انها الفتنه اخ محمود، انها الفتنه. ما احنا كل اب ساب بنته تتقدم قدامه هنبقى كلنا قرايل. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الله اكبر. اضرب بيدي من الحديد. لا بقى انت زودتها قوي. اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره بقى. قادر؟ بيكول بيكول. صباح الجوافه، روق يا برنجي. انا تطردني من المحاضره؟ انا هبطلها الشغلانه دي خالص. والواد تامر عليها النعمه بحصيل. تامر ايه يا راجل وكلام فاضي ايه؟ روق دماغك. هاي جوهي انت امتي؟ هو مدلوق عليها ملوخيه ولا حاجه؟ مالها مزرع اخضر كده ليه؟ بكره تدبل وتصفر. تصفر؟ استنى يا هيثم، انا حبيتك. انت ابن حلال يا دبور. وانت حبيبي. ايه السيجاره دي يا دبور؟ دي مش سيجاره. امال ايه ده يا دبور؟ دي خابور. تديني خابور يا دبور. كركنيلك مزاج كل زي القشطه. لا 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 يا مورجان، دي تبع عدي. عدي يا ابني؟ ما انت مين؟ ما انت مين برضه؟ جايز لخبورة دبور. دن بابا. بابا ايه؟ ده انت اللي بابا. حضرتك ما انتم واختك ما انتما وانا ولا دارب حاجة. بابا اهدى خليني اشرح لك بس. مين دي؟ دي نورهان. البيت دي شفتها قبل كده بترقص ورا عاصي الحلاني في كليب. لا دي نورهان صاحبتي الانتيم. انتوا كنت تقدموا ولا جيت تتعلموا؟ دي لا جامعة ولا تعليم ولا اي حاجة. ما كل واحد يزنق اللي بيت على الترابيزه ولا في مدرب يقول لك ما انتم بقت انتما هي. مين ده يا اخوانا؟ انت بتقل ادبك ليه؟ فين امن الجامعه؟ ده قول لامن الراجل ده. امن ايه يا عم؟ ده احنا نقطعه هنا. قطع مين يا كوكو؟ ده ابويا. ابوك ابوك يبقى يقعد باحترامه. انا محترم غصب عنك وعن اهلك. لا طبعا مش عمو. ده قوي قوي. ما تسكتوش ما تسكتوش. جيت عم جيت عم جيت. بيكول بيكول بيوتيف. امال انت برج ايه؟ العذراء. هنكذب من اولها. مورجان احمد مورجان proceeds to the dean's office. يا استاذ مورجان في شكوى مقدمه ضدك من الطالب تامر عبد الله. تامر شاكين انا؟ ده حتى يبقى حرام يعني. الشكوى اللي متقدمه فيك مش بصفتك ولي امر، انما بصفتك زميل تامر وعلياء. انت اهنت تامر واهنت علياء، والكلام والحاجات اللي عملتها دي ما يصحش تتعمل في الحرم الجامعي. يعني عايزانا اشوفه بيانت مع بنت واسكت؟ يا ممكن حضرتك جرحت مشاعري. والله ايوه. وممكن كمان يرفع عليك قضيه تعويض بسبب الاضرار النفسيه اللي سببتها له قدام زمايله. بس انا بقى اقنعته يجي يقعد معاك وتتكلم.
طب والاخ تامر المجروح عايز مني ايه بالظبط يعني؟ تعتذر له؟ اعتذر له وانا شايفه بانت مع بنتي قدام عيني؟ ده حاجه عجيبه والله مش فاهم. مشاعر تامر تجاه علياء مشاعر زميل بيقدرها وبيحترمها وبيحبها. ولما هو بيحبها ما تقدمش ليه؟ ما دخلش ليه من الباب؟ يور امبوسيبل. مين؟ هو مش بيحبها الحب ده. امال بيحبها حب ايه؟ يا يمكن علياء دي انتمتي. اعترف الواد اهو ما انت مع علياء. يا ابني ترضى ان انا انت مع عمك؟ لو كانت مامي مش مقنتمه انا عن نفسي ما عنديش مانع، بس يا انكل في النهايه ده قرارها هي. التربيه والاخلاق اهم مليون مره من التفوق العلمي. مظبوط حضرتك، بس هم ما اجرموش يعني. لا يعيب الطالب او الطالبه انهم في قليل من الاحيان يقنتموا مع بعض. برضو ماشي حقكم عليا، انا غلطان. دماغك يا ابن بوس. يا مش جامعه ده كباريه. يرضيك اللي بيحصل ده يا اخ محمود؟ لازم تعرف يا اخ مرجان ان الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانت لن تسكت عن هذا الفجور، ونحن جميعا وراءك لنطهر الجامعه من الفساد والرذيله. العلم صاحبين يا اخ محمود. صاحبين يعني ايه يا اخ مرجان؟ ما انت مين؟ اعوذ بالله من غضب الله. يا اخ مرجان انا بدعوك للانضمام الى اسره نور الحق لنكون معا جبهه ضد الانحلال والتسيب. انا معاكو. الخمور اخرس يا فاجر يا منحل يا سافل يا عدو الله. مرجان احب اقدم لكم الاخ مرجان احمد مرجان، عضو جديد معانا في اسره نور الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دي الاخت باكينان، زميله معانا في الكليه وعضوه هنا في الاسره. وعرفت ازاي انها الاخت باكينان؟ الاخت باكينان بتدي دروس دينيه لهدايه الطالبات في الجامعه. اللهم ارضى عليكي، اللهم ارضى عليكي يا اختي باكينان. انما اخ محمود ايه النشاطات اللي بتعملها اسره نور الحق بالظبط يعني؟ لا لا انشطه كتير والحمد لله. يعني احنا مثلا بننظم رحلات ترفيهيه للطلبه. حلو حلو قوي. لزياره اضرحه اولياء الله الصالحين. الله اكبر. وبنقيم مسابقات بين الطلبه. جميل. في حفظ القران الكريم والحديث الشريف. لا حول ولا قوه الا بالله. واخيرا يا اخ مرجان اصدرنا جريده نور الحق بالجهود الذاتيه. طب والاخلاق يا اخ محمود؟ الاخلاق وديك شايف منظر البنات في الجامعه عامل ازاي؟ البلوزات في الطالع والبنطلونات في النازل. لا حل سوى الزواج يا اخ مرجان، فالزواج يصون الفتى والفتاة من الوقوع في المعصيه. الله، يتجوز ازاي وهم لسه بيتعلموا واهاليهم بتصرف عليهم؟ يا اخ مرجان ان زواج المسلم والمسلمه ليس في حاجه الى حفلات صاخبه. يعني يتجوزوا في السر؟ ان الزواج في السر اهون بكثير من الفضيحه في العالم. عرف يعني. حلال حلال حلال. يعني انتوا برضو مقنتمين ودي تفرق ايه؟ سلام عليكم. ولادي فين؟ فين ولادي يا دكتورة؟ ايه ده؟ انت ازاي تقتحم البيت بالشكل ده؟ اقتحم ده انا اكسر البيت ده فوق دماغي. يلا تقعي على البيت على اخر الزمن مش عارف ارافقكم. يلا على البيت. من فضلك ما تزعقش هنا، ده بيت محترم. محترم هو انا اعرف ليه ولادي بعد كده؟ انا خلاص سبت شغلي وكله وعدتكم في الجامعة، اما تشوف اخرتها ايه؟ يلا تقعي على البيت. يلا. خلاص اليغمة اللي كنتوا عايشين فيها خلصت. من هنا وراح مفيش فلوس ولا عربيات ولا موبايلات، واذا كانت الجامعه ما عرفتش تربيكوا انا هربيكوا. مستعرين مني وانتوا تعروا بلد؟ وانا كنت موديكوا الجامعه عشان تتعلموا ولا عشان تنتجوا وتسيبوا البنت وتمشوا يا كلاب؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا هنا عشان الفالنتاينز دي يا انكل. ما عندناش حد بالاسم ده. ده عيد الحب يا انكل. وجاي تحب مين هنا ان شاء الله؟ انا جايب الدبدوب ده لعلياء، يا ريت تطلع لها حضرتك وتقول لها تامر عاوزك. تطلع لها وقول لها ان تامر عايزك. اطلع لها. لا انت قلت لي اسمه ايه ده؟ دبدوب يا انكل. هنعمل ايه؟ الله يخليك يا شيخ بلال. الله يبارك فيك يا اهلا وسهلا. طيب افوتك انا بقى على ما تشم نفسك وتغير هدمتك وعدي عليك عشان ننزل نصلي العصر في الجامع انا وانت وعماد. طيب عن اذنكم يا جماعه. هتروحوا
الجامع يا بوليس. انا مش رايح جوانا يا بابا، ويحصل اللي يحصل. الناس دول لو عرفوا ان احنا مسيحيين هيقطعونا حتت. اسم الصليب. لا، ولو عرفوا ان اسمي جرجس كمان. اخدوا كده ما تخافوش، احنا في حمايه ربنا. اسم الصليب. مين؟ افتح يا جد حسن. دستور يا ساتر لمرضى يا شيخ حسن، حاجه كده يعني على مقاسه. الحاجة ام اسلام بتسلم على الحاجة ام عماد وهتيجي ترحب بيها كمان شوية. ملوش لزوم التعب ده كله يا شيخ بلال. ايه ده كلام برضو يا شيخ حسن؟ ده النبي وصى على سبع جار. يلا بينا عشان نحيي العصر. متوضي ولا هتوضى في المسجد يا عماد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو ماله الجار اللي واقف ايه؟ لا ده عنده مروحة اصلا. مروحة؟ ايوه. طب لا لازم نرقيه. لا 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 لا, لا 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 انا هعرف افواه واروقه. طيب انا هروح اصلي العصر واجي اطمن عليه. السلام عليكم. مع السلامة يا شيخ بلال. مع السلامة. قوم قوم يا جرجس، الراجل ماشي. قوم انت، هتفضل كل صلاة تجيلك المروحة دي؟ دول بيصلوا خمس مرات في اليوم غير التراويح. انت متأكد يا شيخ بلال؟ الشيخ حسن العطار بنفسه. الله، هو انت تعرفه يا مولانا؟ ايه اللي اعرفه؟ هو في حد ما يعرفش الشيخ حسن العطار؟ ده عالم جليل، قطب اسلامي كبير. انا اول ما شفته دخل قلبي على طول، وشه سمح وعينيه بينط منها النور. الا هو ما جاش يصلي معانا العصر ليه يا شيخ بلال؟ الراجل كان متوطي وكان جاي يصلي معانا، انما لا حول ولا قوه الا بالله. ابنه جات له المروحه. المروحه؟ ايوه، سارة. قلت له خليك جنب ابنك، ان الله غفور رحيم. اسف يا مولانا، انا اسف والله ما هو ذنبي يا مولانا. انما الاخوه في المسجد لما عرفوا انك انت نازل عندي وشرفني حلفوا 100,000 يمين ما حد يديهم الدرس في الجامع الا انت يا مولانا. عايزيني انا اديهم الدرس في الجامع؟ يا مولانا اللي ما يعرفك يجهلك، ومين غيرك انت بس اللي هيديهم الدرس؟ عماد اخباره ايه؟ عامل ايه؟ عماد مين؟ عماد ابنك يا مولانا. الله، هو جت له المروحه تاني؟ ما تقلقش يا مولانا، احنا ناخد المسجد معانا نرقيه وهيخف وهيبقى زي الفل ببركه سيدنا الفل ان شاء الله. يلا يلا بينا يا شيخ حسن. الله اكبر 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 الله اكبر. ربنا يحافظ عليك يا جرجس. المسيح معاكم، المسيح يحميكم. ايه حكم الدين يا شيخ حسن في واحد صام 30 يوم وكان في السعوديه، رجع مصر لقى رمضان مخلص فصام بقى 31 يوم، راح ليبيا لقى رمضان مخلص، يعمل ايه بقى؟ يصوم ولا ما يصومش؟ هو الدين بيقول ايه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. مش محتاجة حاجة يعني. إيه رأي الشرع في راجل عجوز خالق سنانه ودروسه كلها وبيركب طقم زي حالاتي كده، ما بيستعملش السواك؟ الناس بتقول ده حرام، ولابد ولازما من استعمال السواك، لأن السواك ده سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الدين بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أنا حلق يا سيدنا الشيخ، والناس جم قالوا لي حلقت اللحية حرام، رحت معلق يافطة عندي في المحل ممنوع حلقت اللحية، الزباين انقطعت. المحل كان بيعمل له في اليوم 20-30 جنيه، النهاردة بقى لو عمل 10 جنيه يبقى كويس. اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ الدين بيقول ايه؟ الشافعيه قالوا ان حلق اللحيه سنه،
اللي يلتزم بيها ياخد الثواب، واللي ما يعملهاش ما تبقاش معصية. في واحد راجل يا سيدنا الشيخ مش قادر على مراته، أصل الشر بعيد عن السامعين، متجوز واحدة ست قوية ومستبدة، عاوز يعلمها الأدب، يعمل إيه؟ الدين بيقول إيه؟ فعظوهن ما بتتعص، واهجروهن في المضاجع. أحب حاجة على قلبه اضربوهن. لا، شديدة وقوية، لو ضربتها تضربني بالشبشب. شوف يا ابني، اللي زي دي مش عايزة فتوى، اللي زي دي عايزة تروح النيابة. الله أكبر، الله أكبر، مش عارف، الله أكبر، مش عارف الفتوى دي. فحكم الدين يا مولانا في واحد زي حالاتي، فاتوا سن الجواز، والعين بصيرة والإيد قصيرة، ساعات بيجوني في المنام، والشيطان شاطر. ما أنت كنت شاب وعارف يا سيدنا. لا بقى، لا، دي جاوبك عليها بقى الشيخ عماد. الشيخ عماد مين؟ أيوة، الشيخ عماد هو من سنك ويجاوبك عليها كويس. تفضل يا شيخ عماد. هو الدين بيقول إيه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. واضحة. الله يفتح عليك يا شيخ عماد، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. سلام عليكم. في ايه يا شيخ بلال؟ ابدا يا مولانا، دول اهل البلد جايين عاوزين ياخدوا البركه منك. غلابة، وانا عارف قلبك الطيب يا شيخ حسن. خش يا ام ابراهيم. ام ابراهيم مين؟ دول يا غلبانه يا مولانا، بعيد عنك ما بتخلفش. امال ابراهيم ده يبقى مين؟ هي اصلها نادره، لو خلفت عيل هتسميه ابراهيم. وعايز نعمل ايه؟ ترقيها ولا تعمل لها حجاب عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها باللي هي عايزاه. بوس ايد مولانا. لا تبوسني ولا تقرب مني. طيب اسيبك معها عشان ترقيها يا مولانا. راح فين؟ خليك هنا، انا هرقيها وانت موجود، اوعى تتحرك. تعالي. ما دام رقاك يا مولانا، ربنا هيرزقك الخير كله. يلا اتفضلي، زغروته وانت خارجه في قاعد. يلا مع السلامه. خش يا ناه. عنايات مين تاني؟ ما كفايه ام ابراهيم، ارحمني يا شيخ بلال. عنايات يا مولانا، دي جوزها مربوط. مربوط؟ ايوه، معمول له عمل، كل ما يخش عليها عشان يعاشرها يشوفها قدامه قرد. قرد؟ ايوه، عايزين نعمل لها حاجه بقى نفك بيها العمل ده. ودي برضه ما بتخلفش زي ام ابراهيم؟ لا يا مولانا، دي مخلفها سبعه. سبعه؟ امال بشوفها يرد ازاي؟ دختي ما خليت يا سيدنا الشيخ، لفيت على الدكاتره والشيوخ والاولياء، حتى القسيس رحت له. رحت للقسيس؟ وما عملش حاجه؟ الشفاء على ايديك بعون الله يا شيخ حسن. بركاتك يا مولانا، ربنا هو الشافي. الله اكبر، صلاه النبي. عايزه حد يشوف وشك عندي، كفايه اللي حصل لي المره اللي فاتت. اتفضل امشي من هنا. امشي واسيب الناس اللي جايه بيتي؟ طب ارحب بيهم حتى، احنا برضو ناس بتفهم في الاصول. يا رافض تعالي، يلا طلعوا بره. محسن، ده المفاجاه الحلوه دي يا فندم. ازيك يا تهاني؟ ازيك؟ لا 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 لا، معقوله ده رب تعيالي النهارده يا باشا؟ ازيك يا رافض؟ وازاي امك؟ الحمد لله. كانت عامله جمعيه سيادتك عشان تجيب لنا الملايات بتاعه السرير وكياس المخدات، جت تدفع القسط خسعت معاها يا باشا. طلعت متعسره اخرى وعملت ايه؟ ابدا، جت استلفت من امي. يلا بره بره. طب ثانيه واحده، بره ثانيه واحده والنبي يا مدام، اتصور مع الباشا. امسك دي، صورني يا رافض مع الباشا. الضحكه الحلوه بقى يا باشا. يلا امشي بره انت وهو. يلا والله عيال زي الفل، انا بحب العيال دي قوي. بصي، بالرغم من ظروفهم الاقتصاديه الصعبه، شو بيحبوا بعض قد ايه، ربنا يسعدهم يا رب. بتيجي نعتزل الناس اللي جايه دول وناكل لقمه خفيفه وننام بدري. هو انت ما تعرفش ان انا مجنونه؟ ولما الجنونه بتركبني ما بشوفش قدامي. ايه بقى؟ ايه؟ لطفي لطفي، استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي.
لطفي. خلاص يا محسن باشا، خلاص يا مهجة هانم، اتحلت. ازاي؟ بعد دراسة الموقف لقينا ان مفيش حل غير الدمج. ايه؟ شركات سعادتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصادي لتكوين جروب سميناه اتش ام جروب، شركات محسن الهنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة. انا مش ممكن اشارك الحيوان ده. استني بس، والدمج ده فائدته ايه؟ لما يحصل دمج بين شركة سعادتك وشركتها، البنك ممكن يديلك قرض يقوم الشركتين دول مع بعض، والقرض لن يقل عن مليار ومئتين. مليار ومئتين. مليار ومئتين. عملت دمج بين شركتك وشركة مهجة النشار، وطلبت قرض من بنك الأمان، والبنك معصلك شوية، وانت جايلي دلوقتي علشان أزق لك القرض ده. اللهم صل على النبي. ايه ده يا باشا ده؟ مكشوف عنك الحجاب. احنا طبعا باستمرار بنحاول نوقف جنب رجال الاعمال اللي بيحبوا بلدهم، ونخليهم يقفوا على رجليهم تاني. بس انت موقفك حساس قوي يا هنداوي. هو بس في حاجه واحده يعني عايز اقولها لسيادتك. حاجه دي؟ احنا معانا شريك تالت في الجروب. مين؟ بوبوس. يعني ايه مليار ومئتين ما يفضلش منهم ولا مليم؟ كنا عملنا الشركة المهببة دي ليه؟ يا مهجة هانم، احنا كان علينا فلوس كتير قوي، والمصانع كانت شبه متوقفة، والعمال كان بقالهم 6 شهور ما قبضوش، ده غير عمولة البنك. طب والله احنا ما خدنا عمولتنا ولا حد. على مدى الاهمال والتردي الذي وصلت اليه الامة، هناك حالة من العبث. ايوه حسن، شايفني في التلفزيون؟ ده انت منور الدنيا كلها يا مرجان بايه؟ محدش طالع في المجلس غير سعادتك. بدله حلوه هايله، بس سعادتك لو تجيب الكرافطة كده شويه كده كويس. يا حسن قمر، هو سعادتك مش هتتكلم؟ لا هتكلم طبعا. العضو مرجان احمد مرجان. سيد الرئيس، حضرات الاعضاء الموقرين، انا بس عايز ارد على الاخ اللي بيتكلم على القطارات اللي بتتحرق وبتخبط في بعض. لا بقى، لازم كمان نتكلم على الحاجات الايجابيه. من 4 ايام في قطر طلع من الجيزه وصل العياط زي الفل، ما حصلش اي حاجه، والركاب كانوا سعداء، كلهم قعدوا يغنوا الحياه حلوه للي يركبها. الله، واحنا نقعد بقى نمسك في القطارات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياط؟ لا يا جماعه، لا. نيجي لرغيف العيش، اللي عمال يقول لك ده فيه مسامير، واللي يقول لك ده فيه ازاز، واللي يقول لك ده طعمه مش عارف ايه. طب انا النهارده بقى وانا جاي لمجلسكم الموقر عديت على فرن بلدي عادي خالص، جبت رغيف عيش. انا بس هوريكم عشان حضراتكم تتاكدوا بنفسيكم. رغيف عيش اهو بشلن ب5 قروش زي الفل، ده بسكويت يا جماعه مش عيش. اتفضل يا حاجه دوقي. دوق يا حاجه، دوق يا معلم، دوق دوق دوق، ما يهمكش. هو ايه المشكله في ايه؟ الواد اللي بيشتري العيش ومودي لامه بياكله قبل ما يروح بيتهم، امه تساله يقول لها مليان مسامير ومليان ازاز. يا جماعه هي دي المشكله. الاخوه الاعضاء الايام دي ماسكين لنا في الجرايد إن مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب، دي مناعة، بتدي مناعة للمواطن المصري. وأنت مش ساعات بتدي مصر للبني آدم عشان لا يصاب بهذا المرض؟ ده بيدينا مناعة يا إخوانا، الشعب المصري عنده مناعة دلوقتي. أمال هو بيقول لك اللي بيشرب من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه؟ الخواجات بييجوا ياخدوا مناعة من عندنا. أنت بتقولوا إيه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جاية منين؟ مش جاي من الشعب المصري ورايحه للشعب المصري. نيجي بقى للاخوه اللي بيتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في اقسام البوليس. انا هقول لكم على حاجه حصلت معايا انا شخصيا. احد العمال اللي عندي قفشوه في لبنه،
ودوه القسم. بعد يومين ثلاثة قلت اروح اخرج الولد، رحت له القسم لقيتهم شايلينه من على الارض شيل وعاملين له تورته وبيحتفلوا بعيد ميلاده، وكل القسم عمال يغني هابي بيرثدي تو يو. انت بتقولوا ايه يا جماعه؟ لا 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 كلام فاضي. تيجي بالي الاعلام، الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي يا اخوانا. في طفره كبيره حصلت في الاعلام المصري وفي التلفزيون. الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل باربع ايام. اشاعات ماليه البلد عن انفلونزا الطيور، دي اشاعات مغرضه. انا جايب لحضراتكم نموذج لفرخه شمرد زي الفل من مزارعنا الوطنيه عشان ما حدش يتكلم. فرخه هي بس مجهده شويه، انما الفرخه قدام حضراتكم اهي زي الفل. عامل الوزير والله هو كله اطرح يولع يعود يعملوا لك دوشه. ما تخصخصوا وتريحوا نفسيكم، انا عندي مشروع هايل يريحكم البلاوي دي كلها. سكك حديد مرجان، انا هدفع للدوله مبلغ محترم واشتري السكه الحديد، وتسيبونا بقى احنا والقطارات نخبط في بعض. عظيم، احنا بندرس ده فعلا فعلا. شكرا يا مرجان بيه. شكرا فعلا. ميرسي، مع السلامه. انا بشكرك يا مرجان بيه. على ايه يا فندم؟ يا خبر ابيض والله ابن حلال. بالمناسبة دي أنا بهدي لسيادتك الكتاب ده. كتاب إيه؟ ده ديوان شعري من تأليفي اسمه أبيع نفسي. أبيع نفسي، العنوان حلو، عنوان صادم، هقراه وأقول لك رأيي. عن إذنك. مع السلامة يا فندم. تطلع تنزل تفلس هو ما يتأثرش. كل يوم الصبح يخش له كده على الريق 5 مليون. يا سلام. يعني في الثانية 75 جنيه. في الثانية 75 جنيه؟ يعني في الشوية اللي احنا اتكلمنا فيهم دول طلع له ب 600 هي مثلا تقريبا. السلام عليكم. اهلا 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 يا باشا. مهجة هانم النشار، دي فرصة سهية. اهلا وسهلا. اه في العطسة دي عمل له ب 500 جنيه. محسن هنداوي. عطيات الانفوشي اخت عبد الحميد دي الصغيرة. اهلا مدام فنكوشي، اهلا وسهلا. انتوا متجوزين؟ لا لا، احنا يا دوبك شركة في الفيلا بس. معقول انا بص الواحد زي دي؟ تعالى يا فندم تعالى افرجك على القصر. تعالى احنا نقعد يا اتفضلي اتفضلي يا هما قبل ما تفرجوا على القصر. على فكره انا بحب الانفوش جدا، لما بروح اسكندريه ما بقعدش غير في الانفوش. انا لما بروح الانفوشي بانفش. دي اوضه مش حالة ما كنتش هتجوز في اوضه. دي اوضه في بيتنا، هي اوضه في بيتكو. وبعدين انا ابويا وامي قفلوا البلكونه بتاعت المطبخ عشان يناموا فيها. وهنناموا على البلاط بقى يا رفض؟ ما السرير موجود والمرتبه موجوده. طب ومله السرير؟ يا سلام، جوازها هتبوظ عشان مله السرير. وبعدين انا دافع المقدم بتاع المله من 3 اشهر، وكل شويه ادفع عرافه تدفع عرافه. هو في حد فيكم بيدفع حاجه؟ الست مننا لما بتبقى وحيده نفسها بتتسدى عن الدنيا خالص. وحيده؟ وحيدة زي هانم؟ يا الرجالة عميت. اللي انت تقدر تشوفه يا عبد الحميد بيه غيرك ما يقدرش. واو، في ايه؟ عينيك يا عبد الحميد بيه لونهم يجنن. ما حصلش، ما كنتش واخدة بالي. عيني انا؟ ده ما حدش قالهالي في حياتي. ده ابويا الله يرحمه لما كان ساعات يدلعني كان يقول لي يا معمص. ما قلتليش بقى انت عايزه تبيع الفيلا ليه؟ في حاجه؟ ما هو يعني انا لو كنت لقيت الراجل المناسب اللي شاركني حياتي ما كنتش هفكر ابيعها. انا ما بيهمنيش شكل الراجل، انا اكتر حاجه تهمني في الراجل حنيته. ده اللي انا بفتقده، الحنان. يا لهوي، انا لو كنت لقيت الست اللي احس معاها بالامان انا ما كنتش بعت البيت ده. صدق بالله يا حاجة. لا إله إلا الله. أنا اتشددت ليكي من أول ما دخلتي باب الفيلا،
عارفة وانت بتاخدي حقنة الأنسولين حسيت ان السكر بيتدلدق من شفايفك، ولا وانت بتاخدي دواء الضغط ضغط انا اللي علي احساسا بيكي، ولا دواء الحموضة وانت بتاخدي الفوار حسيت ان قلبي هو اللي بيفور. محسن بيه ايه؟ ما تنساش ان اخويا عبد الحميد بيه هنا. انا مش شايف حد غيرك. طب وموهجة؟ موهجة موهجة مين؟ موهجة مين؟ مالك او ليه؟ قولي بقى ايه رأيك في القصر؟ عجبك؟ عجبني ودي عايزة كلام. وعجبتني صاحبة القصر. افضل ايه؟ انا كنت فاكرك ملاك ملاك اتاري حبك هلاك هلاك. عطيات انت بتعمل ايه يا راجل؟ انت بعمل لها تنفس صناعي، اصل كنت بلعب سدوك انا وهي ففيصت مني. وسخاتك دي تعملها برا البيت ده، ده بيت محترم. بقولك ايه، اتكلمي في النص اللي يخصك. النص اللي يخصني انا اعمل فيه اللي انا عايزه، وبعدين انا مش هبيع بقى. عايزه تبيع انت احنا نشتري. انتوا مين انتوا؟ انا وقطعيته خطيبتي. مش كده قطعيته؟ قطعيته وخطيبتك من امتى عطيات؟ انت اتجننتي؟ اسمع يا عبد الحميد، دي حياتي الخاصة وما احبش حد يتدخل فيها ابدا. يا جماعة يا جماعة صلوا على النبي. اللهم صل عليه. انا مش شايف اي خلاف بينكم، انتوا تقريبا متفقين. متفقين على ايه؟ على الدمج. على ايه؟ انتوا لو عملتوا دمج بين شركاتكم هتبقوا اكبر قوة اقتصادية في البلد كلها، ولا ايه يا نبيب بيه؟ ها HMAA جروب. ده الكونيلة في خبيركم، مش مكسوفين من نفسيكم؟ الهانم جابلي مقبول بالعافية وحضرتك صاعد في مادة، وابوك اللي كنت مستعرين منه طلع بامتياز، طلع الاول على الدفعه كلها. فعلا يا بابا انا ما كنتش مركز الفتره اللي فاتت دي، عشان كده ما عرفتش اجاوب. وش معنى انا ما لما الخون في 60 حاجه خايبين وساقطين قولوا لي، اجيب لكم مدرس خصوصي اشرح لكم انا. طب والله يا بابا دي فكره هايله، احنا فعلا محتاجين ان انت تشرح لنا. اشرح لكم ده ايه وانا فاضلكم؟ كل واحد اعتمد على نفسه، وبعدين انا لازم انام بدري عشان بكره عندي ماتش في الجامعه. ماتش؟ ايوه ماتش. انتوا ناسيين الرياضه بتدي 10% اعمال سنه، وانا ما اسيبش فتفوته تعدي منه ولا درجه واحده قد كده. ابو تعالى اتفرجوا. انا عمري ما شفت ابوك بيلعب كوره. اديكي شفت ابوكي ما بيغلبش. ظبطت الحكم حسن؟ ظبطته يا باشا. ظبطت الاثنين لايمان؟ ظبطتهم يا باشا. الواد الجون بتاع الفرقه الثانيه قلت له هوديه الاهلي؟ قلت له يا باشا. على بركه الله. سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدحت شلبي يحييكم من استاد جامعه المستقبل، حيث تقام اليوم المباراه النهائيه التي تجمع بين جامعه المستقبل وجامعه العهد. هناك نجم جديد رائع قادم، مرجان أحمد مرجان الملقب بمرجان أو يقال ميم الكرة المصرية الجديد. هنشوف نزل الفريقين بالفعل إلى أرض الملعب. الرحمن الرحيم. اللهم انصرنا. آمين. اللهم قوي من عزيمتنا. آمين. اللهم هب لنا من لدنك كورنر وبيلنتي وهجمة مرتدة. آمين. اللهم ابعد عنا الإصابات. آمين. الشد العضلي وبلع اللسان وتمزق الأربطة. آمين. اللهم دمر الفريق الأسود ذو القلب الأسود تدميرا. آمين. اللهم يا ابني الماتش ابتدى بقاله ربع ساعة والفرقة التانية بتلعب لوحديها. يلا بدأت المباراة من محمد لخالد على يمينه. هوبا الله الله الله. في الدقيقة الأولى بتعمل إيه يا جون؟ 1-0. هدف جميل جدا جدا جدا. يتقدم فريق جامعة العهد على المستقبل. فينك يا مورجان؟ مصطفى بطن رجله استلم من هاشم ماشي واشرب الخارج الحلوة وادي علي هيجيب جون. هوبا ضعيفة ضعيفة. إيه ده؟ إيه يا جون ده؟ فاتح البحر ليه يا ابني؟ فين طريقك فين؟ بيروحوا له منين يا نهار أبيض؟ إتلا شيء. كابتن العهد ماشي معدي اخد واحد والتاني دخل على المنطقه يجيب جون. هوبا ضعيفه. امسك يا هريدي. اخيرا هريدي. هوبا يا هريدي. روعه يا ابني روعه روعه روعه. رايح فين رايح فين؟ دخل الجون. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بيدخن هريدي عليه العوض ومنه العوض. خلصت الماتش يا ابني. 3-0 لصالح العهد. ماشي يا امير من ناحيه اليمين احتكاك مورجان بالقلم. يا نهار ابيض ضربني وبكى سبقني واشتكى. كارت ايه؟ كارت احمر. امير بره. يا نهار ابيض.
ضربة جزاء صحيحة لمورجان، تركيز عالي قوي داخل مورجان، هوبا الله 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 جوه الجول. الله عليك يا حبيب والديك، روعة يا ابني روعة، ارقص غني، الله أكبر الله أكبر. 3-1 ضربة ركنية، العرضية العالية بإيده مورجان، يا نهار أبيض، هدف مارادوني لمورجان، أحمد مورجان براسه ماشي، برجله ماشي، بإيده ماشي، سجد للمولى سبحانه وتعالى. 3-2 الشوط الثاني، جامعة العهد يا ترى هيكون لها رأي تاني وهتتقدم على جامعة المستقبل، ولا مورجان الملقب بميمو هيكون له رأي تاني؟ تعالوا نتابع ونشوف مع بعض. ضربة مرمى حلوة أوي المحمود على وش رجله، طويلة وعالية جميلة جدا 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 على صدره ميمو، ميمو وجون، مفيش راية مفيش صفارة، ترقيصة هي دي، هوبا في العرضة يا راجل. ينفع كده يا حسن؟ ما أنا يا باشا ما أقدرش أرش العرضة. محمود ماشي من ناحية اليمين هيلعب العرضية، يا جسمك يا مورجان، يا يمينك يا تامر، هوبا الله الله الله، 3-3 بوكس يمين، ايه ده بوكس شمال، يا نهار ابيض، وقع تامر على الارض، هي دي التحية في بطنه، يا نهار ابيض يا مورجان، ايه اللي بيحصل ده؟ ما لحقتش تتهنى، ما لحقتش تتهنى يا حبيبي. اللهم اغفر له وارحمه امين، اللهم اجعل مثواه الجنة امين. عندنا 2 وقت بدل ضايع، ماشي من ناحيه شمال ايثم دبور، 3-3 هيلعب عرضيه، هي دي، هوبا الله الله يا مورجان، بكعبك يا مورجان، يا حركاتك يا مورجان، خلصت الماتش يا ابني، خلصت الماتش يا مورجان، 4-3 جيت الدنيا ازاي؟ انت اكيد من عالم تاني، روعه يا مورجان روعه، مورجان احمد مورجان العظيم الفنان. كابتن مورجان ودي اول مره بتجيب الكاس للجامعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ان ربنا وفقنا، وده نتيجه لمجهود متواصل حقيقه، واحنا عملنا اللي علينا، واحنا بنقول هارد لك للفرقه الثانيه، والحقيقه احنا بنشكر الجماهير دي اللي فضلت